كل الأسئلة اللي عندنا، محوشين لك أسئلة كتير. احنا هنروح نشوف تقرير جالنا عن حالة طفل اسمه أحمد. الحقيقة أحمد كان هيحصل له بتر في الذراع، لكن تم إنقاذه بعملية فريدة من نوعها، وده كان في مستشفى التيسير. نروح نشوف التقرير ونرجع نكمل حلقتنا. ملائكة الرحمة بمستشفى التيسير بالزقازيق تنقذ طفل قبل بتر ذراعه، مع العلم أن تلك العملية تعد فريدة في مجال الطب ولم تشهدها المستشفيات المصرية سابقا. أحب أعرف السادة المشاهدين أنه إحنا كمستشفى التيسير دي مش أول حالة نعملها، بالعكس احنا عملنا حالات إعادة زراعة لأجزاء مبتورة كتيرة جدا، سواء كان على مستوى الأصابع أو على مستوى كف الإيد أو على مستوى نصف منتصف الذراع أو على مستوى الساعد. فهذه عملية تتم بشكل روتيني تقريبا في المستشفى وليست أول عملية. إجراء العملية بشكل مستمر داخل المستشفى أكسبنا خبرة إن احنا نقدر نتعامل مع الحالات دي بشكل سريع. بالنسبة لحالة الطفل أحمد، الحالة دي ما كانتش حالة عادية. السبب فيها إيه؟ أولاً تأخر وصول الطفل، لأنه الطفل وصل لنا من محافظة كفر الشيخ، ودي بعد ما لف على أكتر من مستشفى فوصل لنا في وقت متأخر شوية. وهنا أحب أنوه للسادة المشاهدين إنه في حالة وجود جزء مبتور يحافظوا عليه بشكل جيد إزاي؟ إحنا بناخده ونحطه جوه كيس بلاستيك ونقفله بشكل جيد، ونحط كيس البلاستيك ده جوه كيس تاني فيه تلج مجروش. بدأنا أنا والفريق الطبي الموجود نقيم الحالة. الحالة كان فيها أكتر من صعوبة. الصعوبة الأولى تكمن في الوقت المتأخر زي ما قلت لحضرتك. التاني حاجة طبيعة الإصابة، الإصابة خلعية للأسف مش إصابة قطعية. دايما الإصابات الخلعية بتبقى نسب النجاح بتاعتها أقل شوية من الإصابات القطعية، لأن الإصابات القطعية بيبقى فيه الطرفين سواء الجزء القريب من الجسم أو الجزء المبتور بتبقى بشكل شارب شوية فتوصيلها سهل. طبعا كان فيه كسر فوق المفصل الرسغ على طول، وكسر في وسط الساعد، والكسر اللي فوق في الكوع كسرين، وفي غير القطع اللي هو عند في وسط الدراع. فطبعا في الكسور المتعدده دي ممكن يكون الكسور دي قصادها اصابه في الشرايين والاعصاب برضه، فكان في خوف ان احنا نوصل تلاقي الدم مثلا وصل لغايه الكوع بس، او طبعا مش معقول هنفتح عند الكوع ونوصل تاني، صعب جدا يبقى النسبه يبقى ساعتها. فكان لازم هو يبقى فاهم ان ممكن اثناء العمليه ما نكملش. احنا ثبتنا الكسور كلها تحت جهاز اشعه كده في الدراع اللي هو المكسور لوحده. اثناء ما الدكتور احمد بيجهز الرقعه بتاعه الشريان والوريد اللي هو هيعملها، وثبتناها بسرعه يعني في خلال نص ساعه كنا عملنا تثبيت لحوالي 6 كسور في الدراع تحت جهاز اشعه من غير ما نفتح الانسجه يعني. وبعد كده وصلنا الدراع الجزء بقى المبتور ده خدناه على الاصل المريض بقى على الدراع نفسه، وصلنا ده بده. وجهنا طبعا لمستشفى التيسير الدولي في الزقازيق، واول ما جينا بصراحه يعني طبعا انا ما كنتش مع الحاله بلحظه ودخولها المستشفى. انا جيت بعدها ب10 دقائق. طبعا انا جاي طبعا متنرفز جدا وعصبي ان الحاله لسه ما دخلتش العمليات. بدات الدكاتره تفهمني ان هم الاول اخذوا الذراع المبتور ده وعملوا له عمليه يعني زي اشعه وتحاليل، هل الانسجه تنفع ان هي تتركب تاني، هل مثلا الانسجه وصلت لمرحله الخطر. طبعا ما كناش عدينا 6 ساعات. بدات الدكاتره يقولوا ان هي مش قرار دكتور واحد كاجراء عمليه العوده الزراع التام، ان هو ده مش قرار، ده قرار دكتور اوعيه دمويه وقرار دكتور خاص بجراحه التجميل وقرار دكتور خاص بالعظام. فبدات 3 دكاتره موجودين وعملوا زي اجتماع مغلق.